ازاي ناس تمشي يعني، يعني انت بتقولي حتى الناس بتبعت لك انبوكس وتقول لك اعملي لي نظام غذائي، فقلتي لي انا مش دكتور التغذيه، انا واحده عايشه لايف ستايل صحي. ايه الفرق بين ده وده؟ وايه يعني ازاي واحده تخس على اللايف ستايل الصحي ده من غير ما تروح دكتور تغذيه، في حين انها ممكن تكون راحت لمليون دكتور وما بتكملش؟ بصي، موضوع الدكتور التغذية ده مهم جدا طبعا، لان في كيسز بيكون ما ينفعش اي نظام غذائي تمشي عليه، فانا ساعتها لأ انت لازم دكتور تغذية. مش اي حد ممكن يخس بالطريقة العادية، بس مثلا لو انت حملتي وزنك زاد تقدري ساعتها تنزليه بالطريقة العادية. يعني ان هو بس تنظيم، اصل انت هتروحي للدكتور هو هيقولك نفس الكلام. يعني انت هيقولك ظبطي اكل، ظبطي مواعيد اكل، مكونات نفسها، كميات، ما تاكليش بالليل، الحاجات اللي هي معروفة. فانا ده اللي بقدمه، انما لو حاله يعني محتاجه حد متخصص لازم دكتور. يعني لو في حالات مرضيه فبتحتاج حاجات معينه، انما انت بتقدمي اللي هو وانا بتفرج على الطبق رز وخضار وسلطه، الاكل العادي او حتتين لحمه بالظبط، بس بنبدا نقلل دهون، نطبخ بطريقه صحيه. يعني بدل بقى ما نبدا نقلي، لا نشوي. في دلوقتي الاير فراير، على فكره احنا جيل محظوظ، احنا في مكونات كتير صحيه في السوبر ماركت، في اجهزه كتير بتسهل وقت وبتسهل سرعه، في سرعه في الاكل. قولي لي مثلا ايه بديل العيش؟ بديل العيش انا بعمل انواع عيش في البيت كتير جدا بمكونات سهله قوي، ولا انت بقى بعملها وليه، بصي في ثانيه، ولا محتاجه خبز ولا تخمير ولا جوده خالص، حاجات كده مكونين، تحطي شوفان مع ميه وعلى النار على الطاسه، حاجه كده ما فيش يعني اللي هو مش هتكسلي، ما تخنش. الشوفان فيه سعرات، في سعرات على فكره، كل الاكل بناكله فيه سعرات وجسمنا محتاج سعرات، بس في اكل بيشبع وفي اكل هتاكليه كمان نص ساعه هتجوعي. ده الفرق بين الدقيق العادي والابيض والدقيق الشوفان مثلا. دقيق الشوفان هيقعد معاكي كده بيسد، عارفه بيسد حبه حلوين. فهو ده اللي بيخليكي تحسي يا اما انا جعانه طول الوقت لان نوع الاكل غلط. مثلا لو صحيتي الصبح يوم فطرتي كرواسون، هتجوعي بعدها بنص ساعه، بجد بيجوع، بمعنى هناكله بس. بصي يعني انا دايما بنصح اصحابي ان البدايه بتبدا من السوبر ماركت. بمعنى ايه؟ ان انا بروح السوبر ماركت لازم اكون رايحه السوبر ماركت اصلا وانا شبعانه، ما اروحش جعانه دي عشان هلم السوبر ماركت كله. لا، انا رايحه وانا شبعانه، فهبدا اركز انا عايزه اشتري ايه. تمام، اللي موجود في الثلاجه هو ده اللي هيساعدك ان انت تكملي وتلتزمي. اصل احنا بيجي لنا اوقات كتير بنضعف، فلو انا فتحت الثلاجه وانا ضعفانه كده ولقيت تورته مثلا هاكلها. انما طب لو إيه لقيت تمر، لقيت مثلا عندنا تمر في كيكه شوفان انا عاملاها في البيت، كوكيز صحيه، ايه بديل؟ خليني اسال نكمل اللاين ده. إيه انت قلتي لي دلوقتي بدايل العيش، في كتير بدايل العيش، حاجات مخبوزات بالشوفان بنعملها، وفي في السوبر ماركت. طيب ايه بديل الكيك؟ عايز اكل كيك، عايز اكل شاي انا وكيك. بعمل مافن كيك في البيت بالشوفان والتمر والمكسرات، مش عايزه اقول لك خطيره ازاي، لازم تدوقي. حاطه على صفحتك حاطه على صفحتي، وبجد وصفات حتى الاطفال بتحبها. وبعمل منها دونتس وبعمل منها كوكيز، والولاد كمان بتشاركني وهي بتعمل ده. بتخن كل حاجه بتخن. امال لو ايه بقى؟ خدتي بكميات معقوله مش هتتخن. اي حاجه في الدنيا هتتخن. طب ايه بديل الرز والمكرونه؟ الرز والمكرونه باكلهم عادي في دلوقتي مكرونات بالشوفان على فكره، وفي بالكينوا، وفي بانواع كتير. بس انا يعني عشان ما نصعبهاش على الناس، لا كلي من اكل البيت العادي بس بكميه معينه، يعني مثلا 4 ل6 معالق رز. دول امان معانا. بنطبخ ازاي الرز؟ مثلا معلقه زيت وميه او شوربه كده في العادي. لا، في ناس بقى، انا شفت ناس بصي بالكبشه كده بقى بيحطوا سمنه وزبده، لا بنقلل بقى. والاكل بيطلع حلو جدا طبعًا. على فكره وخفيف، عارفه لما بتروحي تتعزمي عند حد كده وتقولي ايه ده انا اكلت والاكل خفيف، وفي ناس تاكلي تبقي مش قادره تقومي من على الكرسي اصلا. هو ده، ان هو نفس الاكل بس بنطبخه بطريقه سهله وسريعه وصحيه. ازاي بتستمري؟ الناس بتزهق من الروتين يعني، وتقول لك لا عايزه اهد كل ده. خارجين بقى، مسافرين الساحل، مسافرين المصيف، هنقعد بقى بالليل بقى نطلب فطير بالسجق انت عارفه ده الدنيا يعني. خلاص هو فبتعملي ايه؟ انا بستمر ازاي؟ نفسك ما بتروحش للكلام ده؟ بتروح، بس اكله الصبح ما اكلوش بالليل مثلا. يعني انا بالليل في رولز كده معينه لازم تبقى ثوابت، اللي أوكي. هو ايه؟ مفيش اكل بالليل، ناكل الصبح. عارفه جات لك كيكه بالليل ونفسك فيها خلاص مش قادره، قولي بدل ما هاكلها بالليل هاكلها تاني يوم الصبح.